من جانبه أكد عضو مجلس النواب طارق رضوان أن قانون حرية تداول المعلومات هو أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق الشفافية والنزاهة. حرية تداول المعلومات هو حق أصيل للمواطن المصري، ولو حضرتك أخذنا هذه القاعدة كقاعدة منظمة سنجدها بداية من إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت على استحداث مثل هذا القانون في طيات هذه الاستراتيجية والتي صدرت في سبتمبر 2021. ولو خدناها بالراجع عندما تم تعديل الدستور في عام 2014 نصت المادة 68 على ضرورة استحداث هذا القانون. لا أفوتك في الحديث أيضا أن هناك مواثيق ومعاهدات دولية أبرمتها مصر، من ضمنها النص الخاص بضرورة استحداث هذا القانون. وفي ظل عصر السماوات المفتوحة وحرية تداول المعلومات، في ظل كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة، فالمعلومات موجودة ومطروحة بالشكل، ولكن وجب علينا وضع الإطار المنظم لتداول مثل هذه المعلومات وتيسير توفير هذه المعلومات للمستخدم، وأيضا وضع الإطار التنظيمي من خلال رؤية واستراتيجية وأهداف منظمة لمشروع هذا القانون.